بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم. يسعدني أن أشارككم هذه الدروس في الفيزياء، وخاصة دروس ميكانيك النقطة المادية. درسنا اليوم هو في الحركات المستوية. الجزء الأول يشتمل على دراسة الحركة بالإحداثيات القطبية، حالة خاصة الحركة الدائرية، وحالة خاصة ثانية الحركة الدائرية المنتظمة. Étude du mouvement coordonné polaire, mouvement circulaire et mouvement circulaire uniforme comme cas particulier. إذا كان المسار منتميا إلى مستوي، يمكن تحديد موضع المتحرك بواسطة الإحداثيات المستطيلة أو الإحداثيات القطبية، وهذا ما ذكرته خلال درس الإحداثيات، مختلف الأنظمة للإحداثيات سابقا. دراسة الحركة بالإحداثيات القطبية، وعليك أن تراجع الأنظمة الرئيسية للإحداثيات حتى يمكنك استيعاب هذا الدرس كما ينبغي. موضع المتحرك بالإحداثيات الكارتيزية كما سبق وأن رأيناه هو، إذا كان لدي هذا المعلم المستطيل الديكارتي، فإن موضع أم يحدد بإحداثيتي النقطة أم، وهو إكس وإيغريك. أما بالإحداثيات القطبية كما سنرى، إذن هنا عندي آر وموضع هو شعاع الموضع يساوي إكس إي زائد إيغريك جي، سي هو المسار المتبع من قبل هذه النقطة المادية M. إذا موضع M في الإحداثية الديكارتية هو إكس إي زائد إيغريك جي، بينما بالإحداثية القطبية فهو أو إم أي R يساوي R U R. هذا ما ذكرناه بالضبط لما درسنا الأنظمة الرئيسية للإحداثيات، حيث UR شعاع الواحدة لشعاع الموضع هنا يساوي E كوسينس تيتا زائد G سينس تيتا، تيتا هي الزاوية المحصورة بين OX وشعاع الموضع. وبالتالي فإن OM يساوي، عندما أعوض UR بهذه العبارة يصبح لدي OM يساوي طويلة R في هذا المقدار الذي يمثل الشعاع UR. لاحظ هنا أني رسمت قاعدة الإحداثيات القطبية UR و UTETA. OM إذن وشدته تساوي شدة R. تنبيه، R وتيتا تابعان للزمن، معنى هذا لما تتحرك هذه النقطة المادية في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه، ما الذي يتغير؟ تتغير زاوية تيتا بدلالة الزمن، تكبر أو تصغر، وبالطبع يتغير كذلك R طويلة وكذلك الحامل. لاحظ أن في سرعة المتحرك هي مماسة للمسار المتبع من قبل M. عبارة السرعة بالإحداثية الديكارتية، نقوم باشتقاق شعاع الموضع فنحصل على شعاع السرعة، وبالإحداثية القطبية برهنا سابقا على العلاقة بين UR و UTETA أي أشعة الواحدة في القاعدة القطبية وشعاعي الواحدة في هذه القاعدة الديكارتية OX OY. أذكركم بهاتين العلاقتين، UR تساوي هذا المقدار و UTETA تساوي ناقص E سينس تيتا زائد G كوسينس تيتا، مع العلم أن UR يكون دائما منطبق على محور على شعاع الموضع، و إي تيتا
يعامده، معناه هي تيتا و ار متعامدان مثل ما اي و جي متعامدان. الشعاعان اي ار و اي تيتا متغيران هما كذلك، رغم ان طويلتيهما ثابته تساوي واحد، ولكن ما الذي يتغير عندما تنتقل النقطه ام من موضع الى اخر؟ يتغير حامل الشعاع UR وحامل شعاع UTETA، معناه أنهما لا يبقيان في نفس المكان مثل E و G، إذن هما متغيران بتغير الزمن. نحسب مشتقتيهما بالنسبة للزمن. هنا أذكر أن مثلا مشتق كوسينيس F دو X معناه دالة مركبة مثلثية ومركبة، يساوي أولا نشتق f دو x بالنسبة ل x، ثم نقوم باشتقاق كوسينوس f دو x بالنسبة ل f دو x. إذا كان لدي مثلا كوسينوس f دو x مشتقته تساوي f فتحة x معناها مشتق f بالنسبة ل x في مشتق كوسينوس f x اللي هو ناقص سينوس f x. يجب أن تراجع كما ينبغي درس المشتقات والتكاملات. إذن عندما نحسب مشتق UR تابع معي، وهذا كذلك سبق وأن ذكرناه، نذكر لا بأس. مشتق UR بالنسبة للزمن مدام هو متغير، إذن E و G ثابتان، إذن أقوم باشتقاق أولا تيتا، مشتق تيتا هو الدي تيتا على الدي تي، مهما كانت تيتا بالطبع من أي درجة للزمن، تيتا متغير كما قلنا بالنسبة للزمن، هو كذلك R. إذن مشتق تيتا نضعه دي تيتا على الدي تي أو تيتا نقطة، ثم أقوم باشتقاق كوسينيس تيتا اللي هو ناقص سينيس تيتا. إذن في النهاية عندي هنا المتغيران تيتا وكوسينوس تيتا، ولهذا تلاحظ أنني وضعت هنا أقوم أولا باشتقاق تيتا، فهو دي تيتا على دي تي أو تيتا نقطة مدى هو المشتقة بالنسبة للزمن في ناقص سينوس تيتا، زائد كذلك هنا اشتق هذا الحد بالنسبة لتيتا فهو دي تيتا على دي تي، ومشتق سينوس تيتا هو كوسينوس تيتا بالطبع مع جي و اي. في النهاية أحصل على هذا يساوي U تيتا دي تيتا على دي تي. كيف ذلك؟ مشتق U R بالنسبة للزمن هو يساوي U تيتا دي تيتا على دي تي. كيف ذلك؟ لما نضع هنا دي تيتا على دي تي عامل مشترك، يبقى لي بين القوسين ناقص اي سينوس تيتا زائد جي كوسينوس تيتا، وهذا هو اي تيتا. اذا هذه العلاقه بين مشتق يو ار بالنسبه للزمن ومشتق وعفوا و اي تيتا، مشتق يو ار و اي تيتا. اذا نحتفظ بهذه العلاقه، دي يو ار على دي تي تساوي اي تيتا في تيتا نقطه، سواء بترميز ليبنيتز أو بترميز نيوتن. كذلك الأمر بالنسبة لمشتق U تيتا، العبارة هذه أقوم باشتقاقها بالنسبة للزمن، أقوم باشتقاق تيتا فهي دي تيتا على دي تي، مشتق ناقص سينوس هو ناقص كوسينوس، زائد أقوم باشتقاق كوسينوس تيتا، أولا تيتا بالنسبة للزمن هي دي تيتا على دي تي، ومشتق كوسينوس تيتا هو ناقص سينوس تيتا. إذا قمت بالتعميل لا فاكتوريزاسيون، استخرج دي تيتا على دي تي، يبقى لي بين القوسين ناقص اي كوسينوس تيتا وناقص جي سينوس تيتا، معناها ناقص يو ار، ناقص يو ار في مشتق تيتا بالنسبة للزمن. هذا ما نقلته هنا، وبتمثيل أو بترميز نيوتن، دي يو تيتا على دي تي مشتق يو تيتا بالنسبة للزمن هو ناقص يو ار
تيتا نقطة. دائما شعاع السرعة مماس للمسار، هذا معناه لما نرمز، لما أرسم هنا V معناه أن النقطة M تتحرك في هذا الاتجاه حسب ما رسمته هنا. نحسب الآن عبارة السرعة بالإحداثية القطبية مستعينين بالعبارة السابقة. R كما قلنا شعاع الموضع يساوي R U R، نقوم باشتقاقه لنحصل على شعاع السرعة، إذن يساوي R نقطة. ما معنى هذا؟ ما دام R متغير بدلالة الزمن و U R متغير بدلالة الزمن، إذن عندي هنا جذاء دالتين، أقوم باشتقاق U R بالنسبة للزمن فهو D U R على D T، وأبقي على R على حالها، ثم نقوم باشتقاق R ونبقي U R على حاله، ها هو U R، ومشتق R هو D R على D T. دي يو ار على دي تي كما وجدناه قبل قليل هو يو تيتا، تيتا نقطة. نقوم بالتعويض، عندي هنا دي يو ار، اذا في تساوي دي ار على دي تي في يو ار، هذا يبقى على حاله، ولكن هنا عندي مشتق شعاع الواحدة، اذا لابد، لا يمكن ان اعبر عن السرعة بدلالة شعاع مشتق شعاع الواحدة، ولهذا سأستبدله بهذه العبارة، أي أن R في U تيتا في تيتا نقطة، تيتا نقطة هي دي تيتا على دي تي، واستعمل تارة ترميز ليبنيز وترميز نيوتن لكي تتمكنوا من هضم هذا التحويلات وهذه المصطلحات. إذن لا فرق بين مفهوم تيتا نقطة و دي تيتا على دي تي، فهما متساويان، الاختلاف فقط في الترميز. وفي النهاية شعاع الموضع في الإحداثية القطبية يساوي مشتق شعاع الموضع أو شدة شعاع الموضع في يو ار، شعاع الواحدة يو ار، زائد ار تيتا نقطة، ار تيتا نقطة في يو تيتا. إذن هذا بالبرهان الرياضي، أي أن السرعة للسرعة مركبتان بدلالة يو ار وبدلالة يو تيتا. هذا الحد نسميه بالمركبة العرضية ترانسفيرسال، هذا الحد أو هذه المركبة هي المركبة القطرية، نرمز إليها ب في ار، والعرضية نرمز إليها ب في تيتا. مثلت على هذا الرسم، ها هي السرعة في، نقوم بتحليل في وفق المحور الذي يحمل شعاع الموضع R، ووفق حامل U تيتا، فيحصل لدي في R شعاع واحدته U R، و في تيتا شعاع واحدته U تيتا. معناه أنه يمكن الآن كتابة في على هذا الشكل، ونبين هنا أن هذا يساوي في آر وهذا يساوي في تيتا. إذن في تساوي في آر U آر زائد في تيتا U تيتا. شدة في، نعرف كيف نحسب شدة أي شعاع مهما كان، ومهما كانت القاعدة المستعملة، معناها الإحداثيات المستعملة، في يساوي في ار مربع زائد في تيتا مربع، أي ار نقطة مربع زائد ار تيتا نقطة مربع. إذن هذه طويلة شعاع السرعة بالإحداثيات القطبية. عبارة التسارع، هنا كذلك نواصل الاشتقاق، إذن التسارع يساوي مشتق السرعة، معناه إكس نقطتين في إي زائد إيكغيك نقطتين في جي، معناها المشتقة الثانية لإكس
في اي زائد المشتقة الثانية لإيكراك في جي. الذي يهمني هو الآن عبارة التسارع بالإحداثيات القطبية. نقوم بالاشتقاق، اشتقاق هذه العبارة في، فنحصل على أربع حدود هنا. لماذا؟ لأن UR و ETA كما سبق وأن قلنا هما متغيران بدلالة الزمن. هنا نحصل على خمس حدود وليس على أربعة. لا تابع معي. نقوم أولا باشتقاق R نقطة فتعطيني R نقطتين في UR، هي زائد R نقطة مشتق R، مشتقة الثانية المشتق R عفوا في مشتق UR، ها هو الديار على الدي تي. هذان الحدان يمثلان مشتق R نقطة UR. هنا عندي ثلاثة مقادير R تيتا نقطة و U تيتا، وكلها متغيرة بتغير الزمن. R تيتا و U تيتا. إذن علي أن أقوم باشتقاق الأولى وأبقي على تيتا نقطة و U تيتا على حالهما. ها هو، إذن ها هو R تيتا نقطة ومشتق U تيتا هو الدي U تيتا على الدي تي. ثم إذن أبدأ من اليمين اليسار، ثم أقوم باشتقاق تيتا نقطة تعطيني تيتا نقطتين، وتبقى R و U تيتا على حالهما. ثم أقوم باشتقاق R تعطيني R نقطة، وأبقي على تيتا نقطة و U تيتا على حالهما. إذن يجب أن نركز جيدا حتى لا نخطئ. نواصل. إذن A تساوي، لا يجوز أن أترك الشعاع بدلالة مشتق شعاع الواحدة UR أو مشتق الواحدة UTETA. ولهذا كنا قد قمنا بحساب مشتق UR و UTETA بالنسبة للزمن مسبقا. إذن A تساوي R نقطة DUR على DT، كنا قد برهنا عليه أنه يساوي UTETA في DTETA على DT، زائد هنا لا تغير R نقطتين في UR، زائد R تيتا نقطة هنا كذلك مشتق UTETA بالنسبة للزمان برهنا عليه أنه يساوي ناقص UR DTETA على DT. وهنا هذان الحدان يبقيان على حالهما كما هما. إذا المشكلة كانت في مشتق أشعة الواحدة، يجب أن تستبدل لكي نعبر عن شعاع التسارع بدلالة UR و UTETA فقط وليس بدلالة مشتقتيهما. إذن هنا كذلك أعيد وأقول أن هذا يمثل DUR على DT، وهذا أو يساوي DUTETA على DT. ننظم هذه العبارة، هذه العبارة الطويلة ننظمها. هناك عوامل مشتركة. نحصل على A تساوي، إذن هنا استبدل بديور على الدي تي، أي تيتا نقطة دي تيتا على الدي تي بتيتا نقطة، ها هي R نقطة في U تيتا في تيتا نقطة، ها هي زائد R نقطتين UR زائد R تيتا نقطة في ناقص UR في تيتا نقطة، ها هي زائد R تيتا نقطتين في U تيتا بدون تغيير. هنا نعمل، معناها نضع العوامل المشتركة، عندي UR و UTETA، وهذا هو المقصود، معناه التعبير عن شعاع التسارع في القاعدة القطبية، معناه يجب أن أجدها على شكل ثابت، أو A في UR زائد B في UTETA. إذن يجب أن يظهر هنا شعاعي هذه الواحدة لهذه القاعدة القطبية. من أجل كل هذا قمنا بكل هذه الحسابات. إذا عندي UR عامل مشترك، أين أجده؟ أجده هنا
وأجده هنا فقط في هذين الحدين. إذن هو R نقطتين في UA زائد أين هو UR؟ هنا R نقطتين R نق عفوا R نقطتين في UR ناقص ها هو UR R تيتا نقطة، وهنا عندي تيتا نقطة، معناه تيتا نقطة في مربع، معناه مشتق تيتا مربع، تيتا نقطة هنا، ودي تيتا على دي تي هو كذلك تيتا نقطة، زائد او تيتا كعامل مشترك، مع عندي ار نقطة في تيتا نقطة هنا، وعندي هنا R نقطة في تيتا نقطة، إذن هما اثنان، ولهذا وضعنا هنا اثنين R نقطة في تيتا نقطة، زائد R تيتا نقطتين في U تيتا، آه. إذن هذه هي عبارة شعاع التسارع في بالإحداثيات القطبية، لاحظ كيف هي، وبالبرهان. للتسارع كذلك مركبتان AR مثلا و أتيتا، وهذه ما هي إلا رموز، معناه للتسارع كذلك مركبتان قطرية الأولى بدلالة UR وعرضية بدلالة أتيتا. إذن A تساوي AR زائد أتيتا شعاعيا، وشدة التسارع بالإحداثيات القطبية هو هذا، نأخذ هذا الحد ونربعه، ثم هذا الحد ونربعه، معناها AR شدة AR مربع زي شدة أتيتا مربع. حالة خاصة أولى، الحركة الدائرية لو موفمون سيركولير، بماذا تتميز هذه الحركة؟ مادام هي دائرية معناها أن المسار عبارة عن دائرة، معناها أن شعاع الموضع هنا يبقى ثابت لأن نصف قطر الدائرة ثابت، فإن شعاع السرعة يصبح كالتالي، معناه مدام شعاع الموضع ثابت فإن مشتقاته تساوي صفر، إذن V يساوي حد واحد وهو R تيتا نقطة في U تيتا، هو التسارع نفس الشيء، توصلنا إلى هذه العبارة بالنسبة لشعاع التسارع، ما دام شعاع الموضع ثابت إذن هذا المقدار معدوم وهذا معدوم، ماذا يبقى لدي؟ لذا كانت الحركة دائرية، وهنا الحركة دائرية ولكن لم نذكر التسارع، ممكن أو السرعة، ممكن للسرعة أن تكون متغيرة كما يظهر هنا، بما أن تيتا متغير وتيتا نقطة وتيتا متغيرة بدالة الزمن، إذن السرعة متغيرة، الثابت الوحيد هو نصف القطر للدائرة أي شعاع الموضع. إذن A تساوي في النهاية ناقص R تيتا نقطة مربع في UR زائد R تيتا نقطتين في U تيتا، هذا في هذه الحالة الخاصة. نلاحظ أن التسارع للتسارع كذلك مركبتان AR UR و أتيتا أتيتا، عرضية وقطرية. هنا ندخل التسارع الناظمي، ما هو التسارع الناظمي؟ ماذا يمثل؟ أولا يحمله الناظم، ولهذا سمي بالناظم، وهو موجه نحو المركز عكس اتجاه AR. ما معنى الناظم؟ هو المحور الذي ينطلق من مركز الدائرة ويحمله نصف قطر الدائرة. ولماذا سمي بالناظم؟ لأنه يكون عمودي على محيط الدائرة في أي نقطة من نقاط المسار الدائري. على ماذا يخبرني أو على ماذا يدل التسارع الناظمي؟ التسارع الناظمي يدلني على أن حامل السرعة متغير أم لا. إذا كان حامل السرعة متغير فهناك تسارع ناظمي،
وإذا كان ثابت فبالطبع التسارع الناظمي معدوم. لاحظ معي ما هو هذا التسارع الناظمي. أولا هو يعاكس التسارع AR أي المركبة القطرية، ولكن لهما نفس الحامل. وماذا يساوي؟ يساوي هذا الحد الأول R تيتا نقطتين UR. اختفى الناقص لأن قلنا أن AN يساوي ناقص AR، إذا أدخلت الناقص على هذا الحد يصبح R تيتا نقطة مربع في UR، أي شدة أو طويلة أو معيار AR، معياران متساويان لأننا نأخذ القيمة المطلقة، إذن هو R تيتا نقطة مربع. التسارع المماسي كما يدل عليه اسمه مماسي، معناه أن حامله هو المماس للدائرة في النقطة M. يحمله المماس في أي نقطة من نقاط المسار الدائري، ويدلنا على تغير شدة السرعة. لاحظ هنا مفهوم الشعاع، الشعاع له حامل وله شدة وله اتجاه وله نقطة تأثير. إذا تغير الحامل معناه أن الشعاع متغير، وإذا تغيرت الشدة معناه أن الشعاع متغير، وإذا تغير الاثنان معا فإن الشعاع متغير. إذن الشعاع يدل عليه حامله وشدته. أتيتا هي التسارع المماس في هذه الحالة الخاصة عندما تكون الحركة دائرية. إذن أتيتا تساوي أتي، هذا من تانجنت معناها المماس، وهنا ان معناها من نورمال، لأن الناظم نسميه لا نورمال. إذن معناه أن أتيتا المركبة العرضية تساوي المركبة للتسارع المماسي وتساوي الحد الثاني للتسارع هنا، وهو R تيتا نقطتين. هذا في هذه الحالة الخاصة الأولى الحركة الدائرية، حيث نصف القطر أو شعاع الموضع ثابت ولكن السرعة متغيرة. حالة خاصة ثانية وهي الحركة الدائرية ونضيف إليها المنتظمة. الآن نعم السرعة ثابتة ونصف القطر ثابت، ولذا V تساوي R تيتا نقطة، ولكن شرط أن تكون هذه التيتا نقطة ثابت، ولهذا عوضناه بالأوميغا. تيتا متغير بتغير الزمن، ولكن عندما نقوم باشتقاقه يعطينا قيمة ثابتة. في هذه الحالة تكون الحركة دائرية منتظمة. نتعرف على السرعة الزاوية. أوميغا هي السرعة الزاوية. ماذا تمثل السرعة الزاوية؟ هي الزاوية الممسوحة خلال واحدة الزمن، ونعرف علاقتها مع السرعة الخطية، أي أن أوميغا تساوي V على R. كل هذه العلاقات سبق وأن رأيتها في مرحلتك مرحلة الثانوية من التعليم. أما التسارع فهو هنا كذلك. لاحظ لماذا شطبت على تيتا نقطتين، لأن تيتا نقطتين هي المشتقة الثانية للسرعة الزاوية. مادام السرعة الزاوية ثابتة فإن مشتقتها تساوي الصفر. إذن ماذا يبقى لدي في هذه الحالة الخاصة الثانية؟ شعاع التسارع يساوي ناقص R تيتا نقطة مربع في UR، معناه تبقى له مركبة واحدة فقط. إذن A تساوي AR وتساوي AN وتساوي R تيتا نقطة مربع، أي R أوميغا مربع، وتساوي V مربع على R. وهذا ما كنت تحفظه دائما، أن التسارع الناظمي يساوي مربع السرعة الثابتة على نصف القطر. هذا في حالة إذا ما كانت الحركة دائرية منتظمة فقط. معناه كذلك أن AN شعاعيا، الآن نأخذ بعين الاعتبار الاتجاه، إذن AN تساوي ناقص R تيتا نقطة
مربع في U R. وبالطبع نمر الآن إلى هذا المثال لترسيخ كل هذه المفاهيم. يعطى المسار المستوي لنقطة مادية بالإحداثيات القطبية بالمعادلة هذه: R كوسينس مربع تيتا على 2 يساوي، لاحظ هنا R وتيتا هما الإحداثيتان القطبيتان، حيث أ ثابت. إذن حذاري هنا، أ لا تمثل التسارع، لا تحفظ الحروف، احفظ ما انظر دائما إلى مدلولاتها. أ هنا ثابت وليس التسارع. نفترض الشدة في للسرعة، هذه النقطة تتناسب طردا مع R. كيف؟ V تساوي كR، معناه هناك تناسب طردي بين V و R، معناه أن V تتغير بتغير R ولكن هناك تناسب طردي، حيث ك موجبة، هناك كذلك ثابت. أحسب المركبتين الناظمية VR والعرضية VTT لشعاع السرعة. الحل: إذا سؤال واحد وتمرين نصه قصير، ولكن كما ستكتشف أن الحل طويل. نعرف أن V تساوي R نقطة UR زائد R تيتا نقطة UTيتا، هذه عبارة V بالإحداثيات القطبية. V تساوي VR زائد VTيتا، إذن هذه المركبة القطرية وهذه المركبة العرضية، وهذا هو المطلوب، إيجاد عبارة VR و VTيتا. انطلاقا من المعطيات نقوم بالحساب التالية: عندي R كوسينس مربع إلى آخره، هذا معطى، أستنتج منه R، إذن هذا هو. إذا قمت باشتقاق R بالنسبة للزمن سأحصل على عبارة VR. هذا جد بسيط، شرط أن تعرف كيف تقوم بالاشتقاقات. هنا عندك ثابت، إذن عندك واحد على كوسينس مربع تيتا على 2 تيتا متغير بتغير الزمن، معناه تابع زمني. إذن كوسينس دالة، كوسينس مربع لدالة زمنية. إذا كنت تعرف كيف تقوم باشتقاق هذه العبارة يصبح العمل جد بسيط. معناه VR يساوي DR على DT كما ذكرنا، السرعة القطرية تساوي مشتق شعاع أو مشتق شعاع الموضع بالنسبة للزمن، أي مشتق طويلة R بالنسبة للزمن. أنا أقول شدة VR هي التي تساوي مشتق شدة R بالنسبة للزمن. هنا لم أغير شيء، dr على dt في dt على dt هو نفسه dr على dt، ولكن هذا لنبين أنه يجب أن نقوم باشتقاق هذه العبارة، نقوم باشتقاق تيتا أولا بالنسبة للزمن، ثم نقوم باشتقاق كوسينوس مربع بالنسبة لتيتا. دوال مركبة مثلثية. إذن من هنا VR تساوي، هنا أؤكد أن VR ليست مشتق شعاع الموضع، معناه مشتق كل هذه العبارة، لا، VR هو مشتق فقط طويلة R. إذن لما نقوم بالاشتقاق نحصل على هذه العبارة، لاحظ إذن كيف توصلنا إليها، باشتقاق واحد على كوسينس مربع تيتا على 2 تعطيني كل هذا المقدار. هذا في أ في نصف تيتا نقطة، من أين جاءت نصف نقطة تيتا؟ لأن مشتق تيتا على 2 هو تيتا نقطة على 2، مشتق واحد على كوسينس مربع تيتا على 2 يعطيني 2 كوسينس تيتا على 2 سينس تيتا على 2 على كوسينس مربع أس 4 تيتا على 2. إذن هنا كذلك أنصحك بتوقيف الفيديو، أخذ ورقة وقلم وحاول أن تبرهن أن مشتق واحد على كوسينس مربع تيتا على 2 هو هذا المقدار. أي في النهاية VR يساوي A في سينس تيتا على 2
في كوسينيس أس ثلاثة، لأن هنا كاين اختزال كوسينيس كوسينيس، وعندي هاد اثنين يختزل مع هاد اثنين، إذن هذا ما يبقى لدي مع تيتا نقطة لا أنساه. ولكن المشكلة لم تنتهي، لأن تيتا نقطة مجهولة، لا أعرف ماذا كم تساوي تيتا نقطة حرفيا بالطبع، إذن يجب أن نبحث عن تيتا نقطة. قبل ذلك نبحث عن عبارة السرعة العرضية في تيتا. إذن في تيتا يساوي R تيتا نقطة. إذا كان في R يساوي dr على dt، فإن في تيتا يساوي R تيتا نقطة، لأن هذا في تيتا وهذا في R، هذا هو في R. إذن في تيتا يساوي R تيتا نقطة، أي أعوض R بعبارتها الموجودة هنا. إذن A على كوسينس مربع تيتا على 2 في تيتا نقطة. يظهر أنني انتهيت وأجبت على التمرين، كلا، لأن المطلوب هو التعبير عن في تيتا بدلالة هذه المقادير. هنا المستجد هو تيتا نقطة، إذن يجب أن أبحث عن هذا التيتا نقطة ماذا يساوي، أي مشتق تيتا بالنسبة للزمان ماذا يساوي وكيف أتخلص منه. إذن أربع السرعة، إذا ربعت معيار السرعة في يساوي جذر في آر مربع زائد في تيتا مربع، إذن في مربع يساوي هذا المقدار، وحسب المعطيات فإن R تساوي هذا و V تساوي KR. الآن أدخل في الحسبان هذه العبارة V تساوي KR التي أعطيت لي في النص، لم تعطى لي زيادة وإنما من أجل غرض. إذن الآن أدخل هذه العبارة، ودائما في الطريق البحث عن مشتق تيتا بالنسبة للزمن. من هاتين العبارتين استنتج أن V مربع تساوي K مربع في R مربع، إذن أربع هذا المقدار هو A مربع على كوسينس أس 4 تيتا على 2. وعليه إذن أساوي بين طرفي هذه المعادلة باستبدال V بهذه V مربع بهذه العبارة، هيا، وعندي VR كما وجدتها بدلالة تيتا نقطة، ووجدت V تيتا بدلالة كذلك تيتا نقطة، أربع كل من الحدين هما، ثم أقوم بالحساب، أتمم الحساب فأحصل على بعد عملية الاختزال. إذن عندي هنا K مربع في هذا المقدار تساوي كل هذا المقدار. هنا حذاري، هنا يتوقف في مربع يساوي في آر مربع زائد في تيتا مربع. إذن لما أقوم بعملية التعميل لفاكتوريزاسيون أختزل هذا المقدار مع هذا، ماذا يبقى لدي في النهاية؟ K مربع تساوي تيتا نقطة مربع في هذا الحد، ومنه نواصل. إذن هذا ما بقي لدي الآن، ودائما عندي تيتا نقطة مجهولة. لاحظ K مربع تساوي سينس مربع تيتا على 2 زائد كوسينس مربع تيتا على 2 إلى آخر المشوار، معناه هنا نشرت هذا الواحد في كوسينس، وحدت المقامات لهذا الحد الموجود بين هذين المخطافين. هنا يظهر لي سينس مربع زائد كوسينس مربع يساوي 1، ويبقى لي 1 على كوسينس مربع، إذن معناه في النهاية K مربع تساوي 1 على كوسينس مربع تيتا على 2 في تيتا نقطة. إذن هذه الحسابات لا بد أن تقوم بها وليس تقرأها فقط، لا تجدي نفعا. تيتا مربع إذن يساوي K مربع في كوسينس مربع تيتا على 2
الآن اتضح أن تيتا نقطة معبر عنها بك معطى ثابت، وبدلالة كوسينوس مربع تيتا على 2 أي بدلالة تيتا. بدأ ينجلي الحل، ها هو تيتا في النهاية، تيتا نقطة مشتق تيتا بالنسبة للزمان في النهاية يساوي ك كوسينوس تيتا على 2. إذا رجعت الآن إلى عبارتي في آر و في تيتا وعوضت تيتا نقطة بهذه القيمة، سأنتهي من الإجابة عن السؤال. إذا في آر يساوي أ ك كوسينوس مربع تيتا على 2 في سينوس تيتا. معناه إذا عدت إلى هنا، هنا عندك أ أو في العبارة السابقة، عفوا في العبارة السابقة، إذا سأحصل على لما أعوض تيتا نقطة بهذا المقدار ك كوسينوس تيتا على 2 في النهاية سأحصل على في آر يساوي هذا المقدار، ومعناه في آر يساوي بعد الاختزال في سينوس تيتا، في آر يساوي في سينوس تيتا على 2، لأن أك على كوسينوس مربع تيتا على 2 هو في، ها هو هنا هذا في مربع، إذن في يساوي ك في أ على كوسينوس مربع تيتا على 2، إذن في آر يساوي في سينوس تيتا على 2، بينما في تيتا يساوي أ في ك كوسينوس تيتا على 2. عندما أعوض هنا تيتا نقطة بهذه القيمة وأقوم بالاختزالات اللازمة، سيبقى لدي في تيتا يساوي أ ك كوسينوس تيتا على 2. المركبتان الناظمية والمماسية للسرعة والتسارع في معلم فرينات. نتخذ الآن حركة متسارعة بتسارع لحظي أ مسارها سي كيفما كان، ونعين المعلم المشكل من المحور ام تي وهو مماس للمسار في النقطة ام ويحمل شعاع السرعة في، والمحور ام ان العمودي على المحور ام تي كما تلاحظون على الشكل. إذا نعرف أن في يحمله دائما المماس في أي نقطة من نقاط المسار، كذلك التسارع دائما موجه نحو تقعر المسار. نواصل ليكون اي تي و اي ان شعاع الواحدة وفق ام ان و ام تي على التوالي. إذا هنا اكتمل معلم فرينات المتشكل من المحورين ام تي و ام ان وشعاع الواحدة اي تي و اي ان. يمكن كتابة السرعة V تساوي VUT. لماذا؟ لأن السرعة هنا عندها مركبة واحدة لأنها تقع على المحور MT وليس لها مركبة وفق محور MN، بينما التسارع عندما نحلله فيكتب A تساوي AT زائد AN المركبة المماسية زائد المركبة الناظمية، وبالتالي فإن أ شعاع التسارع يساوي مجموع التسارعين AN و AT، معناه شدة AT في UT زائد AN في UN. شدة مركبتي التسارع إذن هما، كيف نحسب AT كما تعلمنا؟ هو مشتق شدة السرعة بالنسبة للزمن، وليس شدة وليست مشتق شعاع السرعة، لأن مشتق شعاع السرعة بالنسبة للزمن يعطيني التسارع، تسارع الحركة كاملا، بينما شدة AN تساوي V مربع على R العلاقة التي نحفظها عن ظاهر قلب. ومنه فإن A شعاع A يكتب بهذه الطريقة V تساوي A تساوي V نقطة، معناها مشتق شدة V UT زائد مربع شدة V على R في UN. شدة A الآن تسارع A، تسارع الحركة هو جذر التربيع ل V نقطة مربع زائد V 2 على R الكل مربع. نسمي العبارتين السابقتين لكل من V التي هو A التي أمام أعينكم الآن بمركبتي السرعة والتسارع في معلم فرينات.
أو المركبتين الذاتيتين أو المحليتين، كل هذه مرادفات. وفي الأخير أتمنى لكم وقتا سعيدا، وإلى اللقاء في الدرس القادم الذي هو الجزء الثاني من الحركات المستوية، نتناول فيه تمارين مع حلولها. أتمنى لكم النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.